ايه هي فندم ابرز المعايير اللي بتشتغل عليها المؤسسه، والائتلاف هيقوم على تقييم العمليه الانتخابيه على اساسها؟ احنا طبعا بنلتزم بالمعايير الدوليه لحريه ونزاهه الانتخابات، ودي معايير معترف بها دوليا علشان نتاكد من حريه الانتخابات ونزاهتها. بنتابع عن طريق استماره. الاستماره في الاعوام الماضيه كنا بنتابع باستمارات ورقيه، يمكن هذا العام احنا هنتابع باستماره ديجيتال وهتبقى على جوجل فورم. يعني كل متابع معاه الموبايل ومعاه الاستماره بتاعته، لما بيزور اللجنه الانتخابيه بيجاوب على الاسئله اللي موجوده في الاستماره. على سبيل المثال يعني هل كان الناخبين قادرين يوصلوا للجانهم الانتخابيه بسهوله؟ هل وجدت احد افراد الشرطه او رجال القوات المسلحه داخل اللجان الانتخابيه؟ هل توجد دعايه انتخابيه خارج اللجان او داخل اللجان؟ هل شهدت حد بيوجه الناخبين؟ كل دي الاسئله اللي موجوده في الاستماره الاجابه عليها هي اللي بتخلينا نقول اذا كانت الانتخابات حره ونزيهه او غير حره وغير نزيهه. احنا عكفنا الفتره الاسبوع الماضي لتحديد المحافظات اللي هنتابع فيها العمليه الانتخابيه، وتحديد عدد اللجان الفرعيه اللي سيتم زيارتها. يعني احنا هنزور 2400 لجنه فرعيه من اصل حوالي 10000 وشويه من اللجان الفرعيه على مستوى الجمهوريه. يعني تقريبا هذا الائتلاف سيتابع 24% من عدد اللجان الانتخابيه الفرعيه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، ودي نسبه كبيره جدا للدلاله على سير العمليه الانتخابيه. طيب انا معلش في سؤال كده عايز اساله من كلام حضرتك. حضرتك قلت هيبقى في جوجل فورم موجوده بتوضح لو في مشكله او بتوضح ايه الاجراءات اللي بيتم الالتزام بيها. الجوجل فورم دي هتكون مع المراقبين فقط، ولا انتوا يعني اصدرتم او انشاتم موقع بيتم من خلاله الدخول للناخبين على الفورمز دي ويقدروا يقولوا احنا شفنا حاجه مش عجبانا او احنا شايفين الحاجه ماشيه تمام فاحنا بنشيد بالعمليه الانتخابيه؟ لا، استماره المتابعه هي موجوده مع المتابعين ومع غرفه العمليات اللي هتكون موجوده عندنا في مقر المؤسسه، علشان نكون متابعين مع المتابعين بتوعنا لحظه بلحظه ايه اللي هم شافوه داخل اللجان الانتخابيه، علشان اذا كان هناك تواصل مع وسائل الاعلام على مدار اليوم الانتخابي يعني يوم الاقتراع نقدر ان احنا نقول زرنا مراكز اقتراع فين وايه اللي احنا شفناه. استاذ ايمن، اذا دورها هو المتابعه والمراقبه فقط، مظبوط؟ طبعا احنا البعثه دورها المتابعه، ولكن احنا زي ما بقول لحضرتك احنا ائتلاف. هذا الائتلاف محلي ودولي. احنا من وقت اعلان المرشحين احنا بنتابع، ولدينا حمله اسمها لعلمك. هذه الحمله هي حمله توعويه وحمله لحث المواطنين المصريين او الناخبين المصريين على عمليه المشاركه. وكمان احنا متقسمين، يعني في جزء حاليا شغال في مصر، ومن 1 ديسمبر المتابعين الدوليين بتوعنا في ال 34 دولة سيقوموا بزيارة مقرات السفارات المصرية لمتابعة الانتخابات للمصريين في الخارج، ثم تأتي البعثة بكامل طاقمها بكامل قوتها يوم 6 ديسمبر إلى 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 مصر. احنا قوام البعثة كمتابعين محليين متابعين دوليين ومترجمين وإداريين 100 شخص. أكيد، كل الشكر ليك الأستاذ أيمن عقيل منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، كل الشكر لحضرتك.